بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على توحيدك وزدنا محبة لك وقربنا منك أيما قرب يا قريب يا مجيب. الآن باش ناخذ آية 16 و17 وبعدها باش نوريو بماذا تميز به العرب، خاصة هما كرب ماهمش عرب، العرب عز العرب كانوا من خير الناس في الإيمان بالرب والوقوف مع رسول الرب عليه الصلاة والسلام، وهم أول المجاهدين عبر التاريخ، وهم كما تقولت روح الجهاد في سبيل الله. أم اتخذ ذا مما يخلق، هنا تعجيز من المولى وفضيحة لهم، أم اتخذ مما يخلق بنات وأزواجكم بالبنين، زعما تدعون لربي ميز. اتخذ مما يخلق بنات، يعني ولا ربي ما عندوش خيار إلا أسوأ الخيارات. شوف شوف الإنسان اللي جاله يوصل من الورطة مع الرب العالم. نعم، وهذه قلنا استهزاء من الله وتعجيز لقولهم وتبطيل لدعواهم، ويعني فضيحة لغياب عقول راجحة. أم اتخذ، أي الله سبحانه وتعالى، مما يخلق بنات ولا تو يملك، وبعد يقول لك كذا لي وهذا كليك. ما قلت انت في الحيوانات، هل ما في بطن النوع هذا من الحيوان اللي لذكورنا ولنوع اخر في بطننا لبناتنا ونسائنا، ولما جرديت وانتم تقسموا حتى في شكون يطعم كذا وشكون يطعم كذا، وليت انتم مكان المولى. لا يا سيدي، قال لي يتحرم، تحرم على الذكور الإناث، وليحله الله هو أكبر بكثير للذكور الإناث. وتحب ولا تكره، هذا قانون الله، وقانون الله دائما يبقى متميز بعدله وبعلمه وبصحته. وربي ما حرم علينا حاجة إلا لأن فيها مضار. أتصور أنت تتزوج بأمك وهي حرمة أمك، وأمك اللي كانت عندها في مخها لولدها مش يبرها ويحافظ على عفتها ويدافع عن شرفها وكذا، ولا أول ولا ثاني يعتدي عليها جنسيا. أنا هكا باهية، هيا حطوا في بالكم اللي كان ربي ما عطاش التحريمات هذه تعملوها. ورينا نكاح المحارم وين يوصل، حتى القوانين الوضعية ما أنا كما اضطرت إلى تقنين الحالة هذه. بل المسألة ما هيش الأساس، ما هيش حاجة في المجتمع يحترم نفسه نوعا ما، مش حاجة مقبولة، ولابد من اتقاء الوقوع فيها ومن عقاب من اعتدى على المحارم. وبرشا التحريمات، ربي حرم الخمر والميسر والنطيحة والموقوذة والخنزير وغير وغير وغير، وما استولى به غير الله، وكل هذا ما حرمه ربي، لأنه إذا كان أنت شركت بالله فيما مش تاكله، فهمتني؟ ما أنا بطبيعة الأمر اللي يشرك بالله كل شيء مش ياكله مسمم. ولهذا إحنا المسلمين اللي سلمنا أمر من الله ولم نجادل، أعلى ما ناخذه إلا مأكل فيه حلال وفيه تسمية للرحمن، ولو كنت دجاجة بلا اللي مش يذبحها، احنا بالنسبة نقول حلال، مش يذبحها يكبر ويوحد ويذكر ربي بما يليق به، فأصبحت حلال. ومن جملة الحلال بعد القصد الروحي والعقلي، فما اللي يخرج ولا الدم، لي الدم تعرفوا انتم احنا محرم شربه، لأنه هو كما تقول انت وسيلة من وسائل تكاثر الجراثيم. تقول الجيجة هذيك مش تاكلها، ما تضرب على راسها ما هو فماش دم يخرج. انت خديت اللحم بطريقه غير اسلاميه، اللحم اللي كله مسموم بدم، اللي اكل الدجاجه هذيك ربما نقل لك فيروس ولا بكتيريا ولا اي شيء من مش يسم لك بدنك وسقطك ويحرمك من صحتك ويحرمك من هناك وهلم جر وحلاوة عيشك، نسأل الله السلامة.